أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك يا شيخنا مقولة كثيرة ما تنسب، وهي أن عمر بن الخطاب خامس الخلفاء الراشدين، فهل يعني هذا رفع عمر على معاوية رضي الله تعالى عنه؟ عمر بن عبد العزيز، ما هو عمر بن الخطاب. نعم، من العلماء من يلحق عمر بن عبد العزيز خلفاء الراشدين، يعني إن مدته مكملة لمدة الخلفاء الراشدين، والصحيح أنه ما يلحق بالخلفاء الراشدين. اللي كمل مدة الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه، لأنه بويع بالخلافة ومكث فيها مدة قبل أن يتنازل عنها، فكانت هذه المدة مكملة. وعمر بن عبد العزيز له فضل عظيم بلا شك، لكنه ما هو أفضل من معاوية، لأن يعني عمر ما عنده صحبة، ومعاوية عنده الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يلحق بالصحابة مهما عملوا، مهما ما يلحق بالصحابة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.